السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معاكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب ألمانيا أمام منتخب المجر، مباراة في الجولة الثالثة من بطولة اليورو 2020. متابعينا الكرام، المباراة بإذن الله تعالى حاسمة، تحسم أصحاب المتأهلين يعني للمركز الأول والمركز الثاني، ومين هيبدأ في أفضل مركز ثالث. ألمانيا في مواجهة المجر، مباراة في الجولة في المجموعة الأخيرة، ملعب المباراة ملعب أليانز أرينا. المباراة بإذن الله تعالى متابعينا الكرام ميعادها اليوم الأربعاء 23/6/2021 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والمباراة ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة متابعينا الكرام ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. مدرب المانيا يواكيم لوف، مدرب المجر ماركو روسي. القناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 2 ماكس، الثانيه ماكس. اما المعلق ففي اختلاف عليه، الموقع ده كاتب المعلق هو محمد بركات، ومواقع كتير كاتب محمد بركات، موقع وحيد كاتب ان المعلق هو يوسف سيف. حبيت اقول لك المعلومه دي. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، ما تنساش توقع نتيجه المباراه اكتب ذلك في التعليقات. وطبعا انت عارف المسابقه الرياضيه بنختار ثلاث تعليقات وهنتكلم عنه مع المنتدى وبعد انتهاء مباراة اليورو بإذن الله تعالى. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.